مساء الخير على متابعي شاشة الصحة والجمال في كل مكان. النهاردة حلقة جديدة من برنامجنا اللي بنستناه أسبوعيا، استشارات قانونية. يعني في إطار سعينا الدائم لترسيخ مفهوم دولة القانون اللي كلنا بنتمناها، وفي إطار سعينا المستمر ومطالبتنا المستمرة والدؤوبة لكل أجهزتنا ومنظوماتنا القضائية والتنفيذية بالمزيد والمزيد من إنفاذ وتطبيق القانون على الجميع على حد سواء دون النظر إلى صفاتهم أو أسمائهم، كان لازم برضو ننوه لأهمية دورنا إحنا كمان كمواطنين في احترام القوانين ومن يطبقونها ومن ينفذونها، لأن منظومة العدالة بمنتهى البساطة مش هتتحقق إلا بتوحد الأهداف والاتجاهات والإيمان الكامل والوعي الكامل بأهمية الاحترام والانسياق لكل القوانين والقائمين على تطبيقها وتنفيذها. ومن هنا جه اختيارنا لموضوع حلقتنا النهاردة، وهو من الأهمية بمكان إن احنا نشير ليه، وتحديدا في هذه الأيام وإحنا مقبلين على أحداث يعني مليئة ببعض الذكريات والمناسبات، وهو مقاومة السلطات. مقاومة السلطات من الجرائم الشائعة اللي بيتم سلوك بعض الأشخاص أو لجوءهم للمسلك ده، يا إما بشكل منظم وبشكل ممنهج، ده نسبة إلى طبيعتهم طبعا اللي هي بتتميز بالسلوك الإجرامي، أو بيكون فعل وليد اللحظة. مفهوم مقاومة السلطات والتكييف القانوني ليها والأمثلة اللي ممكن نديها لحضراتكم علشان نتجنب الوقوع في الخطأ الشائع اللي بيصل إلى حد التجريم الجنائي والمحاسبة والمسألة القانونية والحل كمان المجتمعي، هو ده اللي هنعرفه حاليا ودلوقتي بمنتهى السرعة بعد ما نستقبل ضيوفنا الأعزاء والكرام، ضيفي الكريمين، المستشار القانوني الأستاذ رضا البستاوي المحامي، والمستشار القانوني أستاذ خالد السيد المحامي بالنقد. أستاذ رضا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، برحب بيك في مكانك وفي قناتك طبعا، دايما بتنورنا وبتشرفنا. أستاذ خالد، يعني خطوتك النهاردة يعني حدث جلل، وإن شاء الله تكون بداية للتواصل دائم ومستمر إن شاء الله. هبتدي بقى بالأستاذ خالد بعد إذنك. أستاذ رضا، أستاذ خالد بشكل بسيط وسلس عايزين نقدر من خلاله نوصل إن شاء الله لكل مشاهدينا ومتابعينا في مصر أو خارج مصر، ونعرفهم بشكل عام إيه المقصود بمقاومة السلطات. طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم. القانون العقوبات المصري اللي هو قانون رقم 58 لسنة 37 المعدل بالقانون 95 لسنة 2003 وضح كيفية أو آلية مقاومة السلطات في استخدام، بتعريف بسيط، هو استخدام العنف أو القوة أو التهديد أو الترويع لرجال السلطة العامة سواء عن طريق إعاقتهم أو تهديدهم أو التعدي عليهم أو عرقلة أداء مهامهم الوظيفية. فده التعريف القانوني لمقاومة السلطة، أو بمعنى أدق اللي هو بنسميه يندرج تحت قضايا الإرهاب في الوقت الحالي. طيب هنا لو قدرنا ناخد أمثلة سريعة وبإيجاز عشان موضوعنا ساري النهاردة ونقدر نغطي بيه أكبر كم من النقاط إن شاء الله، لنوعية رجال السلطة اللي مشار ليهم في القانون، هل هم الضباط الشرطة اللي موجودين في الأقسام ده المعنى العادي؟ سؤال جميل. ولا مين بالظبط؟ هو طبعا يعني يكون دارج للعامة إن لما تيجي كلمة رجال السلطة أو السلطة العامة يعني يبادر إلى ذهنه اللي هو رجل الأمن في صحيح. المقام الأول صحيح. لكن طبعا في غير رجل الأمن، في اللي هم مأمور الضبط القضائي اللي لهم السلطة الضبطية ولهم السلطة القضائية، ويجي في مفهوم بعض العامة ما يتعلق بالموظف العام والتعدي على الموظف العام، لكن المفهوم الدارج عند عامة الناس إن رجل السلطة هو رجل الأمن، مظبوط. أو بمعنى أصح مظبوط. الشرطي أو الضابط المتواجد في الميدان أو في الشارع، هو ده مفهومه. لكن هذا المفهوم غير صحيح، إن السلطة العامة يمثلها أطراف كتير ووزارات كتير وأشخاص لها كتير، فكلمة السلطة العامة تطلق على كل من يمثل الدولة في سلطة تنفيذية، في سلطة تنفيذية أو رقابية، أو رقابية طبعا صحيح. أو رقابية فمن هذا المفهوم أي تعدي سواء لفظا أو قولا أو تهديدا أو بدنيا، حتى أحيانا يكون في تعدي بدني وأحيانا يكون في تعدي أو محاولة للتعدي أو أحيانا يكون في إعاقة أو عدم مساعدة أو عرقلة لأداء رجل السلطة العامة، فمن هذا المنطلق القانون العقوبات المصري يكون في هذا الشخص محل تجريم ومحل مساءلة قضائية. أحيانا تصل في بعض الجرائم المنظمة اللي بيكون عن طريق جماعات أو أفراد ممكن تصل للقتل أو عقوبة الإعدام أو عقوبة المؤبد، السجن المؤبد. نعم تمام. أستاذ رضا، يعني مقاومة السلطات زي ما قلنا في المقدمة السريعة لحلقتنا النهاردة ان هي ممكن يكون سلوك إجرامي منظم
بالظبط. بيبقى مع سبق الإصرار، واحنا يعني بقى في عصابات بتبقى محضرة نفسها ان هي نازلة مثلا تسرق جهاز من أجهزة الدولة او تسرق اي مكان او اي مؤسسة خاصة، بالظبط. وحاطين في أذهانهم ان في حالة تعرضهم او اكتشاف امرهم من قبل السلطات المختصة اللي هي السلطة التنفيذية رجال الشرطة ان هم هيتعاملوا معاهم بالسلاح او بالأيدي او بأي طريقة كانت. ده سلوك إجرامي منظم هنا. بالظبط. وفي السلوك الثاني اللي هو ممكن يكون وليد اللحظة، شخص او مواطن طبيعي وعادي جدا بيتعرض للتنفيذ بحكم مثلا تفليسه ولا غلق لمحل ده، ممكن ولا يكون بياخد مخالفه مرور او بياخد مخالفه مرور. جميل قوي المثال ده، اللي بيتعرض له الالاف من بسيطة المصريين يوميا. مثال بسيط. وما بيقدرش يضبط انفعالاته وتصرفاته، يحصل تجاوز بالزبط. ويقع تحت طائله القانون بكل اسف عشان حاجه بسيطه، يلاقي نفسه في منطقه تانية خالص. مزبوط. مهم قوي حضرتك توضح الفرق بين الاثنين، ونقول بقى يعني ده ممكن يعني يودي الاشخاص لفين. بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، معيار تقدم وتحضر الدول هو بقدر احترام أفراد هذا المجتمع لقوانينه. صحيح. احترام القوانين لابد أن يقوم عليه رجالا قائمة على تنفيذ هذه القوانين. عندما أحاط المشرع رجل الضبط أو مأمور الضبط القضائي أو رجال السلطة التنفيذية ببعض الحصانات، وليست هي حصانات شخصية لأشخاصهم ولكن هي بمناسبة تأدية أعمالهم، إن الحصانة ليست مستمرة طول الوقت مع رجل الضبط القضائي، الحصانة مؤقتة بمناسبة تقديم عمل قانوني أو تنفيذ عمل قانوني، سواء كان تنفيذ حكما قانونيا سواء كان تنفيذ الانضباط العام في الشارع، فإن رجال الضبط القضائي ومأمور الضبط القضائي لديهم الحصانة التي تحميهم من تعرضهم لمضايقات، تحميهم من تعرضهم لأي معرقلات تقابلهم أثناء تطبيق هذا القانون. فإن الحصانة أو الحماية القانونية التي تحيط برجل الضبط القضائي هي في ذاتها حماية شكل الدولة، هيبة الدولة. هيبة الدولة تقع دائما في تطبيق قوانينها وقدرة الدولة على تطبيق وتنفيذ قوانينها برجالها، رجالها سواء كانوا ضباط شرطة سواء كانوا ضباط جيش سواء كانوا مأمور ضرائب سواء كان رجل تنفيذي موظف عام. حتى القانون حمى الموظف العام أثناء تأدية عمله من الإهانة بالإشارة بالقول بالفعل، أي امتناع يواجهه الموظف العام يستطيع أن يحرك دعوة مباشرة ضد من يعيقه، والقانون فصل تحديدا كل هذه الحالات. إذن نرجع نقول أن تطبيق القانون وهيبة القانون وهيبة رجل القانون هي من هيبة الدولة، ولابد أن يتم الحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق قوانينها برجالها. وده بشكل عام نختصر جزئية أن تطبيق القوانين وتنفيذ القوانين لابد أن تحاط بمدى قانوني وحماية وهالة قانونية تحمي من يقوم بتنفيذها حتى تنفذ على الشكل السليم. يعني ضبط المرور عند تحرير مخالفة لقائد سيارة، إن لم ينضبط ضبط المرور مع هذا الرجل، وبرضو عايزين نقول إن رجال الضبط القضائي عليهم مسؤوليات أمام المواطن أثناء تنفيذ القانون. أكيد. القانون حمى ضابط الشرطة وحمى رجال الضبط القضائي بمناسبة تأدية أعمالهم ولتسهيل تنفيذ أعمالهم، وعلى المواطن أن يحترم ضابط الشرطة ومأمور الضبط القضائي لأنه يمثل الدولة. احترام هؤلاء من احترام الدولة. مدى تقديرك لدولتك ومدى احترامك لقوانين دولتك سينعكس على انصياعك لقرارات هذا المأمور وحماية هذا المأمور ومساعدته على تنفيذ القوانين. نوضح معلومة سريعة برضو لمشاهدينا بالنسبة لجريمة مقاومة السلطات، هي بتندرج هنا نصا تحت طائلة قانون العقوبات. بتبقى تكيفها القانوني جنحة ولا جناية؟ زي ما أضاف المستشار خالد، الموضوع حسب انت عملت ايه، حسب الفعل. يعني انت عملت ناخد ايه؟ ناخد من الوقائع الحياتيه اللي اغلب الناس بتمر بيها. مثلا نتكلم في حاجات المثال المرور. بتاع المرور. المرور فرضا دلوقتي ضابط مرور استوقفك وطلب رخص العربيه ورخص القياده، فلقى ان واحده فيهم منتهيه مثلا، او انك عملت مخالفه كسرت اشاره استوقفك لتحرير مخالفه. حتى القانون اعطاك نطاق تدرجي في العقوبه. يعني ما قالكش اول مره، من اول مره خد اعمل كذا 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 على طول، لا،
اداك، اذا تصالحت فوريا فان العقوبه ستكون كذا، اذا تصالحت خلال 3 أيام لك العقوبه كذا، اذا لم تتصالح خلال هذه المرحله ستطبق عليك كذا. في تدرج في تطبيق العقوبه. فرضا ان احد امتنع وقاوم ضابط الشرطه ومنعه عن تأدية عمله، وعمل ايه بقى؟ امتنع، اشار، سب وقصف، اخذ الدفتر من ايده وقطعه، اخذ الدفتر مثلا، بالظبط. واحد تاني ضرب، اختلف العقوبه حسب الفعل. ان العقوبات دائما تاتي لتحقيق المصلحه وتحقيق الرضا، ولا بد ان تكون العقوبه على قدر تحقيق المصلحه. العقوبه تكون على قدر تحقيق المصلحه، ليست العقوبه اكبر من المصلحه. المصلحه في ذلك الوقت هي تطبيق القانون واعطاء قوه قانونيه وهاله قانونيه للمامور الضبط القضائي الممثل في ضابط المرور لتنفيذ اعمال الانضباط المروري، فان المصلحه هي الانضباط المروري. العقوبه لابد ان تكون على قدر هذه المصلحه، على قدر. يعني ما ينفعش اقول له انت محكوم عليك ب 25 سنه مقابل انك امتنعت عن تقديم رخصك. مظبوط، لان هنا المصلحه كانت اقل من ان انا اديك 25 سنه. ممكن تقيد جنحه، تقيد جنحه اذا كانت الاعتداء بقى لا قدر الله، اذا وصلت الاعتداء بدني فصل، ممكن يكون اعتداء جسيم مثلا، حسب. ممكن في ناس تحصل لها مستديمه، في ناس تصل لدرجه الموت. صحيح. فانت هنا حسب العقوبه تتدرج حسب الفعل الذي انت قمت به، حسب الفعل والاثار والنتائج المتولده، تخضع للتحقيقات وتخضع لاساليب الاثبات بالكامل، وتنزل جنحه، تكيف جنايه، تكيف مخالفه، ده كله بيندرج تحت قانون العقوبات. طيب خالد بي، يعني احنا مقبلين طبعا على ذكرى احداث 25 يناير، فيها اعياد الشرطه وفيها ذكرى ثوره يناير. احنا مش في موضع هنا مناظرات سياسيه، ولا نعم. في موضع مين معاه حق او مين ليه حق ينزل او لا، احنا بنتكلم من فرضا ان في بعض المجموعات تقدمت بطلب لتنظيم مسيرات او وقفات لايا كان المطلب او ايا كان الاحتفال، وتم الموافقه عليها. وفي بعض الاشخاص الثانيه اللي هي من تلقاء نفسها تنظم مجموعات ومسيرات دون النظر لقانون التظاهر اللي تم التصديق عليه بالمناسبه في البرلمان مؤخرا. تمام، فبقى يعني المساله منتهيه. يعني الوضع هنا ايه والوضع هنا ايه؟ ان ده لو ده من البدايه مخالف. نعم. اللي ما اخدش تصريح، واللي اخد تصريح وما التزمش بمواقع وبتوقيتات وباماكن هو كمان دخل دائره المخالفه. صحيح. تمام. احنا حضرتك تكلمت فيما يتعلق بقانون التظاهر، وهو واضح تماما انه في استئذاء من الجهات المختصه. مزبوط. بعمل مظاهره بشكل معين في توقيت معين في مكان معين. اما فيما يتعلق اللي هو بيخالف التصريح وبيتجمع او بيحاول ان هو يكون في شكل من اشكال التظاهر الغير مرخص ليه. مزبوط. او الغير مسموح به. صح. ده هينطبق عليه قانون الارهاب على طول. ان ده يعتبر في حكم ان هو نازل، طبعا اذا كان يحمل سلاح او ما يحملش سلاح او يحمل مواد لا انا بتكلم هنا ممكن تكون حتى التجمع، حتى التجمع كانت مسيره عاديه مخالفه للقانون هو يجرم. مزبوط. يطبق عليه قانون على طول، يطبق عليه قانون التظاهر. طيب. اما اذا كان اخذ تصريح حصل، لا احنا بنتكلم، احنا موضوعنا اذا هو فكر انه يتعدى على السلطات العامة أو على رجال الأمن، فهنا حسب نوع التعدي حسب هيندرج عليه العقوبة. مزبوط. حسب قانون العقوبات المصري. مزبوط. يعني قانون العقوبات واضح وصريح في هذه الجزئية، هو استخدام أو الإعاقة أو حتى إشغال بعض المنشآت. مزبوط. أو حتى التعدي اللفظي أو حتى التعدي البدني أو حتى الإعاقة لتنظيمات معينة أمنية أعاقوها، كل ده يجرم وفق القانون العقوبات المصري وتطبق عليه أحكام القانون. احكام القانون من الماده 86 لغايه الماده 89 او 89، ففي فيها في تجريم يصل ل زي ما قلنا السجن ويصل للمؤبد. صحيح. وفي الحاله الثانيه اللي انا كنت ذكرتها لحضرتك ان ممكن يبقى تم الحصول على تصريح، اذا الحصول على تصريح خلاص ده يعني ده تحت مظله القانون. في بعض اللحظات ما بيتمش الالتزام بها، فهنا بيستوجب طبعا تدخل الجهات الامنيه خاصه انها تقدر تسيطر على المخالفه اللي حصلت، فبيقابل في اللحظات الانفعاليه دي بسلوك بيكون احنا نقول ان شاء الله ما يكونش فيه عمق ان شاء الله. طبعا بس هو هي يعني المخالفه نستغل وجود حضراتكم معانا عشان نوجه رساله فيها نوع من التوعيه. الرساله لكل مشاهدينا ان شاء الله ان احترام القانون ودوله القانون وسياده القانون. مظبوط. احنا في دوله تحترم القانون وتحترم المواطن، المواطن يعرف ما له وما عليه. اليوم 25 يناير هو عيد الشرطه، ولابد ان نحتفل كلنا في هذا اليوم بما يليق من زملائنا وابنائنا من ضباط الشرطه اللي بيقدموا تضحيات وما زالوا يقدموا تضحيات من وقائع يوميه، ومعرضين لاستهداف ومعرضين للعمليات التفجيريه وعمليات انتحاريه، ونحن امنين
بسبب تواجدهم في الشارع. فهذا العيد لابد ان يكرموا فيه شهداء الشرطه ويكرم فيه رجال الشرطه العاملين بكافه قطاعاتهم وكافه طوائفهم. وهي مصادفه بحته ان في تفجير اليوم واحنا جايين شارع الهرم والضحايا ليه امنيين من رجال الشرطه الأمن. مش من الجيش. فهي مصادفه يعني قدريه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمدهم برحمته وان يجعلهم من الشهداء ان شاء الله. امين امين. استاذ رضا، في وجهه نظر حضرتك ومن منطلق خبرتك طبعا الحياتيه والقانونيه بعد كده، في المجتمعات العربيه بيبقى فيه بساطه ونقول ممكن ضحاله بالثقافه والفكر القانوني او الفهم للنصوص القانونيه للاسف، زي ما في ضحاله برضو في عدم وعي كامل او كافي ب يعني مجريات وملفات كتير او مهمه في حياتنا. دور الاعلام، دور الدوله هنا ان هي تقدر توصل الفهم او الوعي الكافي للمواطنين عشان يقدروا يتعاملوا مع رجال الشرطه او من يقوموا بمقامهم يعني في بعض المواضع الثانيه اللي ذكرناها. الفتره الاخيره ثبت ان الاعلام هو اهم اعمده هذه الدوله. بالفعل الاعلام عليه دور قوي جدا 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 في توعيه المواطنين وفي رفع هذا المجتمع. المواطن لازم ان يعلم ان الدوله كيان كله مرتبط ببعضه، والكيان اللي بيقع مش ممكن تعرف تبنيه فتره قليله. بناء الدول بياخد فتره كبيره من الزمن. نحمد الله على الاستقرار، نحمد الله على ان الامن ما زال موجودا، علينا ان نرعاه، علينا ان نرتفع به، علينا ان نكبر دوره ونساعده على تحقيق الامن اكبر واكبر. في القران الكريم قال ربنا واطعمهم من جوع وامنهم من خوف. بدون امن مش هيكون في استثمار، بدون امن مش هيكون في راحه. انت بتنام في بيتك ورجال الشرطه يسهرون في الشوارع، انت بتنام امن في بيتك وهم معرضين للخطر في كل لحظه. اعتقد ان هذه الفتره جهاز الشرطه وجهاز القوات المسلحه قدموا تضحيات كبيره للمجتمع في المرحله اللي احنا مرينا بيها دي. التاريخ عمره ما هينسى ابدا هذه التضحيات. ده كله في سبيل ان المواطن يعيش امن في بيته وان الدوله ترجع تاني تقف على رجليها. الاقتصاد ما بتحققش غير في وجود الامن. رؤوس الاموال لا تدخل الى مصر الا في تواجد دولة قوية قادرة على حماية قوانينها، حماية قوانينها. ونرجع تاني لجزئية مأمور الضبط القضائي ورجال تنفيذ القانون، لابد أن نساعدهم على تنفيذ القانون. المشكلة هنا في المواطن، دايما المواطن يرمي عبء الدولة 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 الدولة. وانت دورك ايه؟ القانون اتعمل، دورك انت تلتزم بيه، مش كل شوية انا اللي اجري وراك عشان اقول لك معلش التزم. الدولة عليها أن تطبق القانون بشدة على كل من يخالف، لا هوادة في ذلك، والتعميم في تطبيق القانون، وليس هناك تجزئة في تطبيق القانون. القانون ينزل على الجميع، يطبق على الجميع بكل عدالة بكل حيادية، وعلى من يخالف يستحق من العقاب. صحيح. ولا رحم في ذلك. لابد أن نستقر أكثر، لابد أن نتوجه إلى العمل، لابد أن نخفي من ذهننا فكرة ان احنا عندنا يوم معين في ذكرى معينه نعمل فيه اللي اتعمل قبل كده. لا، احنا بنبني لقدام، احنا مش بنرجع لورا. الفكر الحجري ده لازم ينتهي بقى. الناس تبص لقدام، بص للدول الثانيه مرتاحه وانت قاعد تعاني مع مين؟ بتعاني مع شعبك، بتعاني مع شعبك. مظبوط. يعني الناس دلوقتي الشعب هو الذي ينهض بالمجتمع. الدوله بتقدم ما عليها، ولكن المواطن لابد ان يقدم ما عليه. لابد الا ننظر دائما ماذا فعلت الدوله، ماذا فعلت انت في مجتمعك؟ هل بحثت حقا عن عمل؟ هل بحثت حقا عن تاديه اعمالك بكل جديه وبكل احترام وبكل تفاني في العمل؟ هل طبقت القانون على نفسك قبل ان تطلب تطبيقه على غيرك؟ هل التزمت بالاشاره علشان تقول ده كسر ولا ما كسرش؟ هل تنصاع لتطبيق القانون عند مخالفتك؟ دوركم انتوا، ده دوركم انتوا. لابد ان تقدموا للمجتمع الصوره الجيده والصوره السلبيه. في اعلام بيقدم الصوره السلبيه فقط ويتناسى ان هناك جانب ايجابي، فان تقديم السلبيات فقط
يحبط الجانب الإيجابي، وتقديم الإيجابيات فقط يجعل من الذي يرى السلبيات يرى أن الإعلام غير صادق. الإعلام لابد أن يكون واقعي، وليس واقعي بشدة أن احنا نجيب الانحرافات ونجيب السلبيات ونجيب الحاجات اللي الناس مش عارفاها وننشرها ونقول للناس أن ده واقعنا. مصر أفضل من ذلك، مصر أفضل بكثير مما يقدم في الإعلام. بعض الإعلاميين العرب يقولون أن الإعلاميين المصريين شديد القسوة على بلدهم. البلد بها إيجابيات لابد أن ننير عليها، نضيئها، ولا نطفئ الجانب الجيد في هذا المجتمع. التركيز على السلبيات من أجل الإثارة، من أجل المشاهدة، من أجل ارتفاع نسبة المشاهدة على اليوتيوب، ضيع الدولة، ضيع الدولة. هناك جانب إيجابي لابد أن أشير إليه. صحيح. أستاذ خالد، استكمالا للنقطة اللي بدأناها مع أستاذ رضا دلوقتي، وأنا يمكن بدأتها في الانترو على وأكدت وشددت على دور الدولة، أنها لازم تقدم النموذج في احترام القانون في البداية، طالما أنا بخاطب وبطالب المواطن أنه هو يحترم القانون هو كمان. وأستاذ خالد اتكلم طبعا وشدد على أهمية دور الإعلام، كلنا عارفين أنه هو يعني بيبقى سيف مسلط أكيد على الأعداء أو على رقاب أبناء الوطن إذا أسيء استخدامه. طيب هننتقل لنقطة مهمة جدا، وهي المفروض يكون لها دور كبير، ألا وهي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، يعني إلى جانب الدور الإعلام اللي بتقوم به والتنظيرات والمناقشات ما بنبخسش حقها، لكن الدور المجتمعي اللي هو المفروض يكون الدور الرئيسي هو طبعا انصهارها وتلاحمها مع المجتمع وتوعيته، هل ده بيتم بالشكل الكافي في مصر؟ انا اقول لحضرتك حاجه، انا اضيف على كلام المستشار رضا البستاوي فيما يتعلق بمنظومه الاعلام، لازم نتكلم عن منظومه التعليم، ان التعليم له دور جدا مهم في التوعيه وفي تثقيف الاجيال وتثقيف الطلاب في صح. المدارس وفي المحافل التعليميه بدورهم تجاه الدوله صح. وباحترامهم لرجال السلطه العامه والسلطه القضائيه ولرجل الشرطة ولأفراد القوات المسلحة، ده دور، إن دول عماد الدولة، فلابد إن احنا نكون ننشأ فيهم مفاهيم تعليمية وتربوية تفهمهم من الصغر كيفية احترام الدولة. جميل. وبيستكمل ده بعد كده بعدين هنوصل لمرحلة نفس الأولاد دول لما بيكبروا بيكونوا بقى بيكونوا عناصر جيدة في منظمات المجتمع المدني، دورهم مع القواعد البسيطة واللي بالملايين في مصر. يعني حاليا دلوقتي دور المجتمع المدني ما وصلش للمأمول منه في الوقت الراهن في خلال الفترة اللي فاتت، ان ما فيش ليه يعني دور كتير المجتمع المدني، ليه دور كتير في توجيه الشباب، ليه دور كتير في التواصل مع السلطات العامة حتى يكون ما يكونش فيه احتكاك مباشر مع بعض الأفراد اللي ما عندهمش وعي أو ما عندهمش ثقافة باعتبارهم يمثلوا المجتمع المدني. نحن لدينا خدعة اسمها المجتمع المدني، معلش احنا نحاول، لدينا خدعة كبيرة، بس في مؤسسات تعمل بجدية، في مؤسسات ما زالت بعض مؤسسات المجتمع المدني، عشان ما نقدرش نعمم التعميم كاملة. التعميم في أي شيء ما بيكونش بيدي صحة، ما خدناهاش بالمفهوم الحقيقي المقصود منها، هو ما طبقوها. هو ليه دور كتير المجتمع المدني، هو ما يفهم المجتمع المدني، هو ليه ادوار كتير، وهو جاي من كلمه مدني، يعني هو يمثل الوجه الاخر للشيء الرسمي او للدوله بالظبط، فهو هو كيان المفترض من خلاله مكمل عليه عبء كبير في المرحله الجايه. احنا اذا كنا هنلومه في الفتره اللي فاتت الخمس سنوات اللي فاتوا، احنا نامل منه في الفتره الخمس سنوات القادمين ان يكون لهم دور مؤثر في الشارع، يكون لهم دور مؤثر، ننظر في قوانينهم وننظر في قوانين تاسيسهم وننظر في كيفيه الرقابه وكيفيه تنفيذ اعمالهم ومهامهم، لا تترك كده. هو لابد ان يكون في مرجعيه بالضبط، وحاليا في مرجعيه، وحاليا دلوقتي الحمد لله البرلمان بتاعنا موجود بالضبط. وبعد الانتهاء من الفتره السريعه اللي هي اجازه بعض القوانين خلال الفتره اللي فاتت، وبعدين احنا يعني لازم نطمن، لازم الامل، احنا نتكلم امل، بيتولى طبعا الاشراف على لجنه حقوق الانسان الدكتور محمد منصور، طبعا ده هيعمل هيعمل شغل كويس، ان هو يعني بدون عشان ما يحسب كلامي من الرجال اللي هم اللي عندهم حزم وعندهم نظام وعندهم آلية وعنده هدف، ونتمنى في الفترة الجاية. معانا أستاذ كرم عشان وقتنا، أستاذ كرم. أيوة يا فندم. أيوة أستاذ كرم، أهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والنبي كنت عايز أسأل سيادة المستشار سؤال. اتفضل. ماشي. لو سمحت يا فندم، كنت عاوز أسأل بالنسبة للقضية مثلا بقى لها 3 سنين. قضية إيه بالظبط؟ قضية إيصال أمانة. إيصال أمانة، اتفضل. بس بسرعه لو سمحت، بسرعه عشان وقت البرنامج قرب ينتهي نقدر نجاوبك لو سمحت.
ما انا معاك يا فندم، انا عايز اسمع من حضرتك. بقى لها ثلاث سنين اتحكم فيها عليك، بقى لها ثلاث سنين تم الحكم من ثلاث سنين اتحكم فيها يا فندم، بقى لها ثلاث سنين. تمام، ده حكم غيابي ولا كان حضوري؟ حكم غيابي حضرتك. حكم غيابي. ما كنتش عملت اي معارضه ولا اي اجراء؟ لا يا فندم ما عملتش حاجه. طب اتفضل كمل سؤالك. ماشي. طب دلوقتي عدى عليها الثلاث سنين، هي دلوقتي خلاص التقاضى انتهى؟ بالظبط. تمام، بشكر حضرتك والاساتذه هيجاوبوك حالا دلوقتي. بالظبط. بالنسبه لايصال الامانه، بما ان مر ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه، فان الدور اللي هيعمله يعمل معارضه ويدفع بسقوط الحكم بالتقاضى. بس لازم يتقدم للمحكمه المختصه او النيابه المختصه ويقوم بالإجراء. لازم يعمل معارضه ويحضر في المعارضه ويدفع بالانقضاء. انما لو قعد كده هتفضل موجوده هيتنفذ. لا، هو مش هتبقى موجوده ما شاء الله، هو هيتمسك في اي كمين او اي شيء، فهياخدوه برضه ويعملوا معاه نفس الاجراء، هيحولوه للنيابه المختصه ويعمل المعارضه اللازمه وينزل الجلسه وهيفرج عنه. يعني هو يعمل المعارضه ويفرج عنه وينزل يوم الجلسه، ما هو اللي هيدفع بتقاضي الدعوه الجنائيه بالتقاضي. في ناس بقى بتبقى مسافره بره، دي جزئيه بس احنا كده هنخرج عن الموضوع، بس المناسبه ان احنا ندي للناس جزء في الموضوع ده، ان التقادم لابد ان تكون داخل الحدود المصريه، ان السفر يقضي على التقاضي. بالظبط، لان في ناس بتبقى مسافره بره، اول ما يبقى عليها حكم وتيجي مسافره بره، وبعد كده يرجع بعد ثلاث سنين، يرجع ثلاث سنين، المده ما بتحسبش. التقادم لا يحسب بالسفر، لابد ان تكون داخل الاقليم المصري. تمام، بشكر حضرتك استاذ رضا البستاوي ضيفنا العزيز والدائم في قناتنا الصحة والجمال. بشكرك على حضورك وعلى كم المعلومات الجميلة اللي استفدنا بيها. استاذ خالد السيد، يعني ان شاء الله زي ما قلنا في البداية دي يعني بداية انطلاقة وتواصل ان شاء الله يكون مستمر. شرفتنا النهارده يا فندم، والف شكر على المعلومات القيمة اللي استفدنا بيها كلنا. مشاهدينا، انتهت حلقتنا، وموضوع مقاومة السلطات مش مجرد سلوك، هو يعني هو اشمل واكبر من كده بكتير، لانه ممكن يتحول لنمط واسلوب حياة، اسلوب حياة بيعتمد على احترام القانون واحترام الآخر واحترام دوره وتقدير دولتنا بأجهزتها المختلفة، لأن الحق دايما بيكون مع طرف واحد بس، مستحيل يكون الجميع هو صاحب حق. دايما بنقول إن الحق له صاحب واحد فقط، الكمال لله وحده. وارد الخطأ، وارد التقصير، بقابله بالصبر الجميل اللي ربنا وصفه في كتابه العزيز بالصبر الجميل. وزي ما الصبر جميل، لازم يكون كمان الطلب جميل. شوفكم إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي في حلقة جديدة وموضوع جديد مهم جدا لينا كلنا في استشارات قانونية. بشكركم على حسن وطيب المتابعة، وإلى اللقاء.